حبيبي بالشغل في صراعات معينة كانت موجودة، وهاي الطاقات عم تستمر معك خلال هاي الشهر. في الحلو بالموضوع انه في مسؤوليات في العمل رح تنزاح عن كتفك، تنزاح عن ظهرك، وكأنه عم تخلص من مسؤوليات كتير ما كانت المفروض انه انت تعملها، ولكن كنت تتبنى كتير مسؤوليات في العمل عم بتخف هاي، وكأنه الشغل عم يكون خفيف. شوفك بالشغل محتار شوي بين شخصين في الشغل، ما عم بتصدق كل اللي عم بيحكوه، عم بيشكلوا لك شوية حيرة. هدول الأشخاص مش كتير سيئين زي ما انت متوقع، يعني انت عم تفكر كتير فيهم وهم اساسا مش مفكرين في الموضوع، فانسى موضوعهم، يعني حدا ما بيفكر فيك، فهم شغل حكي وبس، ما عندهم شيء يعملوه. لكن عم بشوف في وفرة في مال بالموضوع، وخاصة اللي بيشتغلوا في الشغل الحر، في المشاريع اللي هي الخاصة، مش في شغل ثابت حكومي. لا، هدول الأشخاص اللي فاتحين بزنس في عم بشوف عندهم وفرة كبيرة اجتهم من بعد تعب وتركيز لبرج الأسد، وكانوا عم يستنوا كتير موضوع المادة من فترة طويلة، لكن عم تزبط معاهم على الصعيد الدراسي. في عندك أمنية نجاح في مرحلة، لكن أنت متشائم. لا، أنا شايفة في نجاح بالموضوع، وفي اللي هي بداية جديدة، عم تنهي مرحلة دراسية وتبلش في مرحلة دراسية أخرى على نجاح إن شاء الله. في أشخاص عم بيساعدوك في هذا الموضوع، عم بتستعين في إما في أشخاص أو في حدا من الأهل، عم بيكون كتير سند إلك وعم بيزرع فيك الأمل، ولكن أنا عم بشوف من بعد تعب في نتيجة حلوة بالنسبة للناس اللي بدرسوا. أيضا في بالعمل إذا كان ثابت، شغل حكومي أو ثابت، مش بزنس خاص، مش شغل حر، رح يكون في شوية عرقلات وشوية مشاكل في شهر أيلول، لكن مش اللي هي مشاكل كبيرة، لا بالعكس، عم تكون في نهاية الشهر إيجابية حلوة كبيرة، وعم تتعامل بالطريقة الصح مع شغلك، عم تعطيه الاهتمام الكبير. لكن يعني بنصحك الورق إنه ما يكون هذا على حساب العائلة والأولاد والزوج أو الزوجة، فبنكون شوي متوازنين في التعامل ما بين الشغل والبيت أو العلاقة العاطفية، لأنه بهاي الفترة عم بتفكر بالمال بطريقة يعني كبيرة، فبتمنى إنه هذا التفكير ما ياخد كل اهتمامك. في شريك إلك، في شريك عمل، شريك عمل عم يستغل طيبتك، فكون حذر شوي، أو عم ينصب عليك في مبلغ فكون حذر. طالع كنت من منازعات، من مشاكل معينة، وخاصة من أبراج ترابية وهوائية. إذن مش سيء الورق، خاصة للي بدرسه. شوف إذا في تغيير مكان أو سفر. للناس اللي بيسألوني كتير عن السفر، أنا حاسة كل الناس بدها تسافر، يعني كتير لا أشوف في سفر.
للناس اللي عم بيستنوا سفر، مش للكل، للبعض منكم. عم بتسافر على فجأة، عم يجيك خبر حلو وعم بتسافر على فجأة، فجأة هيك ما فيش وقت حتى تلحق تضب أغراضك كلهم. في خبر سريع في الموضوع، في ناس معارضين هذا السفر من حواليك، يمكن أهل، لكن أنت متشبث في هاي الفكرة ومنطلق. على قد ما أنت متعلق في أهلك أو في المحيطين حواليك، لكن بنفس الوقت عم بتحس إنه مصلحتك بالسفر، وفي فرصة حلوة بالسفر إذا لبرج الأسد، للناس اللي عم بيستنوا سفر. نشوف العلاقات العاطفية للعزاب والمرتبطين والمنفصلين. العزاب اللي ما عندهم حدا أبدا في حياتهم وعم يستنوا فرصة ارتباط أو حتى حب من برج الأسد. بالنسبة للعزاب، كنت كتير شاغل بالك هذا الموضوع، ما عم تفكر ولا بشي إلا البعض منكم. طبعا ما راح تنطبق على كل الاحتمالات، لكن في البعض منكم كان مش شايف اشي إلا إنه بده يرتبط، بده يوصل للاستقرار العاطفي، أو حتى بده يعني اللي هي مجرد علاقة حب صادقة، مش حتى ارتباط. بتتمنوا إنه تدخلوا، راح تكون هاي الطاقة مسيطرة في شهر تموز، إنه حابين إنه تدخلوا نوع من العلاقات العاطفية. نشوف إذا في احتمال لكن شوي ضعيف بالنسبة للارتباط، لكن معقول كتير تدخل علاقة حب شخص ممكن يكون من الأقارب، أو هو شخص قريب شوي منك لكن ما كنت تعرف نوايا، كنت حابب تتأكد من هاي النوايا، وبشهر تموز رح يتجرأ إنه يبلور هاي العلاقة أو يعترف فيها على الأقل. ففي حب موجود أساساً، ولكن انت يمكن مش حاسس او معتبره اعجاب فقط ما عم يتطور، لكن هو عم بيكون حب، وعم حابب انه حتى يعرف عنك كل اشي تفاصيل. عم بيشوف يسأل حدا عنك، بيحاول يعرف مين اهلك، انت بشو عم بتفكر، بيحاول يفكر يعني الغاز من حولك هذا الشخص، وشايفيته عم بيقرب كتير منك، وعم بتكون في فرصة لدخول علاقة عاطفية. لكن ارتباط حبيبي بشهر تموز، أنا اللي بين إنه مش كتير فرصة ارتباط، لكن دخول في علاقة عاطفية معقول كتير، وممكن هاي العلاقة العاطفية يعني فيما بعد تولد ارتباط. فإحنا اللي ممكن نوجه هاي العلاقة لأي طريق بتروح. تقدر إنك ترسم خطوط هاي العلاقة من أولها عشان ما تتغلب بالآخر، لكن ما تستعجل الأمور، لأن الشخص الآخر بحبك، فخلي المبادرة تكون من عنده هو. نشوف بالنسبة للمتزوجين، ورق حلو نوعا ما، ورق حلو للمتزوجين.
ولكن في مشكلة معينة رح تطرأ على العلاقة بيناتكم، وأكنها مشاكل قديمة بترجع تطفو على السطح وترجع بنفس الشكل بنفس، وكأنك أنت مليت من الموضوع من هاي المشاكل، لكن إنها هي في طاقة رجوع إلها. خايفة أحكي لك، بس ممكن هاي المشكلة تكبر، ممكن يتدخلوا فيها أشخاص، فبنصحك إنه إذا في مشكلة تحاول إنك يعني مش تتنازل شوي، لكن غير شوي من تفكيرك من أسلوبك في التعامل مع الطرف الآخر، أو الطرف الآخر ممكن يعني القراءة تكون عكسية، الطرف الآخر لازم يغير من تفكيره خلال هاي الفترة شهر أيلول، لأنه أنا عم بشوف إنه مشكلة قديمة عم تطلع ترجع في طريقكم، مش مشكلة جديدة. إذا ممكن تكون مشكلة على شخص، مشكلة على بتخص الأولاد، ممكن في ناس مغرضين، في ناس يعني مش ناويين على خير، عم بيعبوا براس الشريك، فبنكون حذرين وبنحاول انه نسيطر اكثر على الشريك وما نخلي الاطراف الاخرى انها تلعب اي دور. عم بشوف بالنسبة للمادة في وفرة مالية حلوة جاي بالطريق، ويمكن المشكلة اللي انا قلت عليها قبل شوي بسبب المادة، يعني ما كان في فلوس أو كذا، فكان في شوية مشاكل، لأنه الوضع المادي كتير بيأثر على العواطف. إذا ما كان في مادة يمكن يعني تسوء الأمور، بس الحمد لله شايفة وفرة مالية، الأطفال عم بيكونوا سعيدين، عم بتكونوا سعيدين بأولادكم، وكأنه واحد من الأولاد رح يفرحكم بنتيجة حلوة. عم بتحاولي حبيبتي بالنسبة للزوجة البنت، عم بتحاولي انك تغيري من مظهرك ايضا، وبالجوهر بتحاولي تغيري من حالك لحتى تكسبي قلب الشريك زي ما كانت اول العلاقة، فعم ترجعي تستعيدي التألق اللي كان وتهتمي بنفسك اكثر، عم بشوف لحتى ما تخلي الشريك يبعد، وهاي شغلة حلوة. خلينا نشوف المرتبطين، مش المنفصلين، مرتبطين لكن مش متزوجين. إن شاء الله يطلع الورق أحسن من المتزوجين. خلينا نشوف إذا في نية ارتباط عند الشريك. في نهاية مشاكل بيناتكم عم ترموها ورا ظهركم، وعم تتخلصوا من المشاكل في شهر تموز. الطرف الثاني مندفع ناحيتك، عم بشوفه عم بحبك بطريقة حلوة، الطريقة مش اللي هي الجسدية أو كذا أو على الشكل حب، لا عم بحب عقلك أكتر، عم بحب تفكيرك أو ثقافتك أكتر. هذا الإشي عم بيخليه يقرب كتير منك ويحاول يفكر جديا في الموضوع. خلينا نشوف إذا في ممكن زواج. عم بشوف اتخاذ قرار بشأن زواج، برضو الوفرة المادية عم تطغى، لكن على أنت
مش على الطرف الآخر. أنت عم تكون في استقرار مادي خلال الفترة الجاي، عم تكون مبسوط. في نهاية أحزان، في نهاية عزلة، في لكن زواج وارتباط خلال شهر تموز صعب شوي، لكن الأمور ماشية في طريقها الصحيح، والشريك نواياه سليمة تجاهك أنت. هذا لبرج الأسد للمرتبطين. نشوف للمنفصلين إيش الورق بده يحكي لنا، وهل في رجوع قريب بعيد. طبعا احنا بنحكي عن المنفصلين من فترات قصيرة اللي هي أقل من سنة، 6 أشهر أو أقل، ما عم نحكي عن سنين. يعني سنين طاقة بعيدة شوي، صعب إنه تبين بالورق. إذا بنشوف المطلقين والمنفصلين إيش مستنيهم. عم بشوف برج الأسد عم بفكر كتير بالرجوع، وكأنه في أمل عم يظهر قدامه. في حركشات من الطرف الثاني عم بيحاول يتحركش فيك بشهر أيلو، بشهر تموز يوليو. عم بيكون في طريقه لإلك، أنا شايفة في حياة جديدة. هذا الكرت أنا يعني بعتبره إيجابي. في حياة جديدة عم تستناك. في إحنا سألنا عن الرجوع، فشكله في رجوع خلال شهر تموز للناس المنفصلين أو المطلقين من فترات قصيرة. عم بيكون في أبراج ترابية، ممكن يكون جدي أو عذراء، ممكن يكون ناري. هذا البرج من نفس برجك، ممكن يكون أسد أو حمل على الأكثر، وممكن حوت. والمائية بتغلب أكتر، مبينة بثلاث كروت طاقات مائية. ممكن يكون الطرف الآخر من هاي الأبراج. إذا كان هاي الأبراج الفرصة بتكون أكبر في الرجوع. إذا في رجوع على الأغلب. في من بعد حيرة بالنسبة للشريك، في رجوع. ممكن القراءة تكون عكسية. في ربح، في أمنية راح تتحقق لبرج الأسد المنفصلين، ممكن تكون لبرج الأسد بشكل عام. في شغلة حلوة عم بتصير بشهر تموز، أكثر من شغلة على أكثر من صعيد. عم تمتلك شخص، يعني شغلة بإيدك، عم تكون بإيدك، وصلت لها خلاص يعني. وعم تترك الطاقة القديمة اللي أنت كنت فيها، طاقة الحزن، وإن شاء الله الفرح يكون حليفك بشهر تموز مبين. خلينا نشوف إذا في نصيحة من الكون تجاهنا لبرج الأسد. نصيحة أنت محتاجها في هاي الفترة. عم بحكي لك اهتم شوي بالأمور المادية. يمكن عم بتفكر بالعواطف كتير هاي الفترة، فبيقول لك
انتبه على حالك، اعمل توازن، فكر بالمادة شوي، لأنها راح تسهل لك أمورك في الحصول على كتير من الأشياء. ما تهتم للعوائق، لأنه في خير جاي. ما تشغل بالك في المشاكل، لأنه مهما كانت كبيرة أنت في الطريق الصح، وفي شغلات حلوة عم تستناك. ممكن عم بشرك في سفر أو انتقال من مكان لمكان، أكثر طاقة، يمكن أكثر مادة فيها، أو عند الشريك عم تسافر أو مع الشريك. فهاي كانت نصيحة لبرج الأسد. بتمنى لكم شهر كتير حلو حبايبي.